هو أقدم موقع تاريخي أثري في الجزائر وفي شمال إفريقيا، ضريح إمدغاسن الذي شيد في القرن الرابع قبل الميلاد، يصل علوه إلى 19 متراً ويرتكز على قاعدة أسطوانية بقطر 59 متراً ويزينه 60 عمود. النمط المعماري لهذا المعلم يحدثنا عن تميز الحضارة النوميدية قبل الغزو الروماني. ما يروج خاصة في بعض المصادر الغربية عن أن المجتمع مجتمع بدائي، بالعكس هو مجتمع متفتح من خلال قلنا التأثيرات التي نجدها مجسدة في بناء المعلم وتشييده من خلال تأثيرات قلنا يونانية ومصرية. هذا يعطي لنا فكرة ربما عن التمازج الحضاري الكبير الذي كان حاصل آنذاك. الحجارة الضخمة المصقولة بدقة والتي تحمل بعضها كتابات ورسومات كانت شاهدة على الأضرار الكبيرة التي ألحقت بالمعلم. اليوم وبعد رفع التجميد عن مشروع الترميم تعلق آمال كبيرة لاسترجاع مكانة النصب التاريخي الذي أصبح مهددا بالانهيار. أصبح هش، لهذا كل يعني التدخلات وكل أعمال اللي تمسه تكون صعبة وتحتاج إلى عناية وإلى عمل تقني سيونتيفيك يكون دقيق باش نتفاداو أي عمل يكون ربما تكون مؤثرات وخطيرة على هذا المعلم. عملية الترميم ستسمح بأن يكون ضريح إمدغاسن وجهة سياحية ترجع بنا إلى عصور قديمة تبعث بنا إلى القرن الرابع قبل الميلاد.